السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو هذا راه مور العيد باربع ايام ولا خمس ايام ولا والله ما على بالي شحال راه. غير بغيت وين نورمالمون رانا سمانه اليوم مور العيد، حسبت على حسابي رانا سمانه اليوم مور العيد. ايوا نورمالمون حطيت لكم الفيديو تاع العيد الكبير، راني حطيت لكم كيفاش فوتوا في الغربه. راكم عارفين ما عنده حتى بنا، وزاد سنه مع كورونا فات اكثر من مالف. معليش، كما قال لك غير العام وفايت ان شاء الله ربي، العام الجاي ان شاء الله نكونوا كاع مع العائله ومع نفرحوا كاع. اي بغيت اليوم ندير لكم اللحم هكا لك، يا بغيت نسييه في الطاجين برك، نديرو غير لهنا. ثم اذا عندكم كوكوت ميني ديروا فيها، انا ما عنديش وما نبغيهاش سي بوغ سا نخاف منها. اي قلت ندير هذا المورسو كيما هكا ونديرو غير زعما غير ساهل، ما نكثرش فيه صوالح بزاف. ولا راني غسلته مليح كان في الكونجيلاتور، راني غسلته كاع. ايا ندلو هكا. الى راكم جداد في القناه ما تنساوش تخلو لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتخلو لي لايك للفيديو الى عجبكم، وقولوا لي كيفاش فوتوا العيد تاعكم وكاع. على غير هكا نحلو غير هكا شويه، نبغي بيدخلوني يدخلوني فيه كاع لي زيبيس وكاع. على بعد وقولوا لي راه عندكم الحمان ولا ما واش عندكم. حنا كنشوفوا الحمان راه بزاف 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 عندنا. لهنا انا بغيت ندير غير الملح فيه، راني موجده منه. خرج لي بزاف، معليش تصوره كبير. والملح هذا رقيق ما يملحش بزاف. ونديرو الفلفل الاسود اللي بقى يدخل لي في الاخرين تاعهم. وهذا الثوم من بعد ان شاء الله نديرو في كي يقولوا لها. هذا هكا ملحو كاع مليح مليح. وشوفوا راه فيه زعما شويه تاع الشحم، راكم تشوفوا فيه. انا ما بغيتش نقلعو باه ما نكثرش بزاف الزيت فيه وكاع. ندير غير شويه تاع الزيت، ونسي جامي ندير غير شويه تاع الزيت وما نكثرش فيه بزاف الملح، ما نكثرش بزاف فيه على جال الشحم اللي راه فيه. شوفوا راني درت الزيت هكا غير قد مغرف ولا زوج، ما نكثرش بزاف. نسحهم هادو ونعاود ندسهم، ما نكثرش بزاف. ونديرو دروك في ديرو ديريكت مره واحده هكا بارد. شوفوا كيفاش جا مره واحده بارد في بارد. وهذا البلا اللي رانا نوجدو فيه بغيت ندير معاه الجلبانه، وندير جبنه غير هكا لك هي في لاصوص تاعو اللي طيب من بعد ان شاء الله. والبطاطا بغيت نديرها في الفوغ هكا بلي زيبيس وكاع، بعد فاصون نوريها كاع معاكم. بقاو معنا في الطاجين تاعنا اللي رانا دايرينو. ندير معاه غير كاس كيما هذا صغير، هذا الكاس قريب معمر كيما راكم تشوفوا فيه، قريب راه معمر. نديرو معاه ونخليهم يطيبوا في غرضهم. فوالا غير بغيت نوري لكم باللي هاز شازاد طلق الماء مع هذاك الكاس اللي درتو، راه ينشف وشازاد طلق. ودرت له كيما قلت لكم الثوم هكا غير شويه من الفوق. ثم الى عندكم الفصوص تاع الثوم غير حطوهم كيما هكا راك وخلوهم يطلقوا بنتهم. انا من ما عنديش درت الغبره تاع المطحون ويا ودرتو، راهم يطيبوا هكا. راني منقصت له النار، راه في ثلاثه كل واحد وكيفاش الفوق تاعو. انا راني منقصت له على نار هاديه. ايا ونخليه دروك يطيب، وحتى بعد ان شاء الله نعاود نرجع معاكم. لهنا راني قطعت البطاطا، شوفوا خليتها غير كيما هكا صغيره البطاطا اللي عندي، وما كثرتش منها. درت فيها شويه تاع قصبر ومعدنوس كانوا مخلطين، سمحوا لي على الحس، كانوا مخلطين درتهم كيما هكا. ونزيد معاهم شويه تاع فلفل الاحمر غير شويه، سكوي جاي فيه الصبغه بزاف هذا ما على باليش علاه تاع هنا ماشي تاع البلاد. ايا وشويه فلفل الاسود والملح، ملح نبلعو والملح هكا. لا نخلطهم كاع كامل
هيا ونديرهم في الفوخ هكا، لا نديرهم في الفوخ بالك نزيد عليهم غير شويه تاع الزيت ولا زيت الزيتون ونديرهم في الفوخ. فوالا كيما هكا راهم واجدين، نوريهم لكم راهم واجدين. فوالا لهنا راني درت الجلبانه صايره طابت، نطفي عليها. درت الجلبانه ودرت معاها نص حبه تاع بصل والثوم ولي زيبيس اللي بغيتوهم. هيا درتهم كيما هكا خليهم وطابت الجلبانه، ما درت لها في الماء ما والو، طابت غير وحدها زعما درتها غير لهنا. واللحم راه كيما هكا فوالا، هاي سمحوا لي تضبط كاع فوالا، اللحم راه كيما هكا راه بدا ديجا يحمر. ولهنا البطاطا فاني راهي طابت، راه دخلها الطياب راهي كاع طابت فوالا، شوفوا فوالا كيما هكا. ايا دوك نوريكم في صحن التقديم. فوالا راه طاب اللحم تاعنا وكاع على، شوفوا كيفاش جا. هذه الفخيت ولا البطاطا درت لها شويه لي زيبيس كيما ولدتكم ودرتها في الكوشه. هيا واللحم تاعنا جا كيما هكا، لاصوص تاعو جات كراماليزي كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا والجلبانه هذه هي، طيبتها غير سامبل كيما مالف نديروهم وصاي. هذا هو البلا تاعنا، نتمنى يكون عجبكم ونقولكم شكرا اللي وصلتوا لهنا، وما تنسوش تخلوا لي لايك الى عجبكم طبعا، ونقولكم الى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله. بوسه كبيره لكم كامل، باي. فوالا ولهنا رحنا للكونفوغاما، هيا هكا رحنا نشوفوا صوالح شنو عندهم جديد وكاع. على جابوا هادو التلفزيونات كما راكم تشوفوا، دوك نوريكم وحدين جابوهم زعما ماركه تاعهم، واقيله هادو ماركه تاعهم بصح دايرينهم زعما رخاص، والتلفزيون كبير غير راكم تشوفوا فيه كيما هكا بصح كبير بزاف بزاف. ايا ولهنا الكوزينات رحت فاني نشوفهم، شابين بزاف لي كوزين تاعهم كيما على بالكم، كاع الكوزين ايكيبي جايين شابين بزاف. ايا عجبوني في الابيض، عجبوني في الكحل، رحت هكا باه نشوف. هذه بيضه جايه سامبل بصح لي في هذه بيضه عجبتني بزاف، هذه جايه كبيره وشابه، وهذه في لاكولور غريس، هذه غير سامبل فاني. ولا هنا جابوا طوابل وكراسه فاني واحده اخرين، اشكال واحده اخرى بصح ما صورتهمش وقيله. ورحنا من بعد من جهه لي ماشينا لافي كما راكم تشوفوا دوك، نروح من جهتهم. وهذو الرواحات انا عندي هذه الصغيره في الدار وزعما مليحه تفي بالغرض تاعها. هادو شويه كبار دايرين لي كليم كيما هكا، دايرينهم 250 يورو. هيا ولهنا لي ماشينا لافي جابوا صوالح زعما شابين بزاف، لي ماشينا لافي دروك لي حاطينهم جايين شابين بزاف، والبخي تاعهم على بالكم زعما راهم دايرينو كيما لهنا، راهم دايرينهم من البخي الفوقاني حتى للتحت فوالا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، كيما قلت لكم مازال بعد تروحوا تشوفوا تاشوان بار وكاع على كيا، عجبوني هذا الموديل سي بوغ سا كنت نشوف فيهم زعما فيهم كلش، هذه اللي عجبتني انا فيها كلش. ايا وفاني لكم جدد في القناه، ما تنساوش تخلوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتخلوا لي اللايكات وتقولوا لي اللي عجبكم الفيديو، ونخليكم انا تكملوا مع مع الشوفه. شوفوا فاني هذه ماركه فاني مليحه، هذه الماركه وفيها كلشي كلشي فيها، هذه كانت سولد وفيها عندكم حتى لافاج ما زعما غير حاجه خفيفه وقيله. فيها حتى بيبي وكاع على، وهذه فيها 8 كيلو اب ا 3 بليس، راكم تشوفوا فيها زعما ما تاكلش الضو ولا. فوالا من بعد شفنا هادو لهنا لا جايين كيما هكا، هادو فاني شابين، هادي فيها كلش. وهادو الشومبر اللي شفناهم، شفت واحد الشومبره فاني عجب، هادي شابه بزاف هادي الشومبره. وانا اللي لاكولور اللي عندي في هذا لاكولور في هذا الشان زعما ماهيش بيضه غير شان كيما هكا، هيا وعجبتني.
وكاينه ثاني شومبرا حداها من هنا، هذه بصح اللي اونفاس ليها لا كولور اللي اونفاس ليها هو اللي عجبني، بصح الموديل هذا هو اللي عجبني. دوك تشوفوا لا كولور الزاوجه، فوالا هذه هي لا كولور الزاوجه، هذه اللي عجبتني. دايرين كادر شباب فوقها وقاعه. نخليكم دروك معاه ونقولكم باي باي، بوسه كبيره لكم وشكرا اللي وصلتوا لهنا. باي.